لا تزال أبواب كنيسة القديس بطرس هذه وسط الرباط مشرعة أمام المؤمنين منذ نحو قرن من الزمن. هذه الكنيسة التي تعتبر واحدة من أضخم وأقدم دور العبادة للمسيحيين الكاثوليك في المغرب تشكل اليوم نموذجا للتعايش بين الديانة السماوية بالبلاد. بنيت كنيسة القديس بطرس قبل نحو 100 عام، وشكلت منذ ذلك التاريخ قبلة للمسيحيين الكاثوليك بالمغرب وخاصة بالعاصمة الرباط. تحتفظ هذه الكنيسة بصخرفة خاصة وتدمج بين هندسة عدة حضارات وأصالة البناء المغربي. لقد تم بناء الكنيسة بشكل عمراني جديد ويحترم خصوصية العمران بالمغرب الذي تعيش به هذه الطائفة الكاثوليكية. قمنا بتوظيف فنون إسلامية وسقوف بخشب سدرة وأيضا نوعا من الزجاج الذي يتم تصنيعه بالطريقة الإسلامية. لا تزال كنيسة القديس بطرس التي تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس تفتح أبوابها نهاية كل أسبوع لمئات المصلين الذين يؤدون صلواتهم بطمأنينة في أجواء الأخوة والتسامح. نحن المسيحيون والمسلمون شعب واحد ولدينا إله واحد، لهذا يجب علينا أن نغير من نظرتنا لبعضنا. إنها رسالة تسامح بين الأديان. نحن سعداء بزيارة البابا للمغرب. إنها رسالة للحوار بين الديانات. الوجود المسيحي بالمغرب تؤكده الوثائق منذ آلاف السنين، إذ تشير الدراسات إلى أن المسيحيين عاشوا بالمغرب خلال فترات حكم السلاطين المغاربة وعاشوا بين أتباع الديانات الأخرى دون تمييز. الحضور المسيحي تحت راية الإسلام، الوطن المغربي والمغاربة كانت صدورهم منفتحة على الآخر. وغير بعيد عن الكنيسة يقام معرض حصري تظهر مقتنياته تاريخ الوجود المسيحي بالمغرب وصور التعايش والحياة المشتركة التي جمعت المسيحيين والمسلمين على أرض المغرب. عبد الصمد جطيوي، سكاي نيوز عربية، الرباط.